التهديد العالمي لتنظيم الإخوان المسلمين على طاولة الكونغرس الأمريكي في جلسة استماع خصصتها اللجنة الفرعية للأمن الداخلي لمبادرة تشريعية تستند إلى تهديد الجماعة المتشددة للمصالح الأمريكية في الخارج وإضرار متطرفيها بالأمن القومي العربي عبر أعمال العنف والإرهاب. رئيس اللجنة روم دي سانتيس اعتبر الإخوان قوة خبيثة، مطالبا إدارة ترامب بإدراج التنظيم على لائحة واشنطن للإرهاب. جوناثان شانزر خبير العلاقات الأمريكية أوصى بردع تركيا وقطر عن دعم الإخوان. صانع السياسة الأمريكية يسعون لتقويض الإخوان، فهل سيوجه ترامب ضربة للتنظيم؟